توج المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا بلقب أمم إفريقيا رقم 24 التي أقيمت بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 16 وحتى 26 من يناير الجاري، بعد الفوز على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23. ضمن منتخبنا الوطني صعود مباشرة للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها صيف هذا العام باليابان بعد تتويجه باللقب القاري. حصد الفراعنة اللقب للمرة السابعة في تاريخهم بعد الفوز بست بطولات ماضية أعوام 91-92-2000-2004-2008-2016 ليعادلوا الرقم المسجل باسم المنتخب الجزائري. نجح منتخبنا الوطني في اجتياز جميع منافسيهم بعد الفوز على كل من غينيا بنتيجة 39-22، ثم اكتساح المنتخب الكيني بنتيجة 44-19، قبل الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28-19 في دور المجموعات. وفي الدور الثاني فاز المنتخب المصري على نظيره الجابوني بنتيجة 36-17، ثم تخطى عقبة المنتخب الأنغولي بالفوز بنتيجة 33-26، كما فاز المنتخب الوطني على نظيره الجزائري بنتيجة 30-27 في قبل النهائي، فيما كان التتويج على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 27-23. منتخب اليد سجل رقما مميزا بعدما نجح في الفوز على المنتخب التونسي لأول مرة في التاريخ على الأراضي التونسية، كما أن مصر رفعت رصيدها من الفوز على المنتخب التونسي لخمسة انتصارات في المباراة النهائية مقابل أربعة انتصارات لنصور قرطاج. المنتخبان التقيا من قبل في المباراة النهائية 8 مرات، نجح كل منتخب في الفوز بأربع مواجهات فيما خسر الأخرى. فاز الفراعنة في نسخ 92-2004-2008-2016، فيما حقق نصور قرطاج الفوز أعوام 79-2006-2010-2018، قبل أن يتفوق زملاء أحمد الأحمر في نهائي نسخة 2020. لم تتوقف مكاسب منتخب اليد على التتويج باللقب فقط، بل حصد لاعب منتخبنا أغلب الجوائز الفردية. نجد أن يحيى الدرع توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حقق علي زين جائزة أفضل ظهير أيسر، فيما حصد يحيى خالد جائزة أفضل ظهير أيمن، كما توج محمد سند بجائزة أفضل جناح أيمن. دشنا متابع كرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان منتخب اليد رجالة بجد بعد الأداء المشرف الذي ظهر به منتخبنا الوطني في البطولة ونجحوا في التتويج باللقب القاري للمرة السابعة في تاريخهم. يحل الكابتن عاصم السعداني نجم النادي الأهلي وأحد أكبر نجوم كرة اليد المصرية الذي يشغل حاليا منصب المدير الرياضي للاتحاد الصيني لكرة اليد، هو منصب رفيع المستوى، إضافة إلى أنه مكتشف للكثير من لاعب المنتخب الوطني الحالي، حيث قادهم لحصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2013 للمرة الأولى في تاريخ مصر. يحل ضيفا على ألعاب الصالات للحديث عن أسرار تتويج مصر باللقب وكيفية الحفاظ على مكتسبات كرة اليد المصرية خلال الفترة الأخيرة.